نشرة الأخبار على الحياة فام. منتصف الليل من الحياة فام، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى آخر نشراتنا الأخبارية لهذا اليوم نستهلها بأبرز العناوين. نزار بن صالح يؤكد أن أكثر من 2000 مدرس في التعليم العالي غادروا البلاد. ارتياح المرشاوي تؤكد أن تونس تسجل سنويا 393 إصابة بالاعتلالات العضلية العظيمة. قيس سعيد يتسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد مقيمين بتونس. التصدي للاحتكار وارتفاع الأسعار في لقاء قيس سعيد بوزير الداخلية. ورسميا وزارة تكنولوجيات الاتصال تقر اعتماد مضمون الولادة المستخرج على الخط في المعاملات الإدارية. إلى تفاصيل النشرة، حيث أكد الكاتب العام للجميع العام للتعليم العالي والبحث العلمي نزار بن صالح اليوم الخميس بأنه في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء على هامش اجتماع النقابة الأساسية لأساتذة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بيك بلي بأن جامعة التعليم العالي على استعداد للدفاع عن بعث عدد من الشعوب الجامعية التي تكون لها آفاق أكبر للنجاح والاستقطاب الطلبة بالجامعات الفتية التي تعاني من نقص حاد في عدد الدارسين بها. كما دعا صالح إلى ضرورة وضع ملف التعليم العالي على طاولة الحوار من أجل توطين المؤسسات الجامعية في محيط الاقتصادي والاجتماعي، واستعرض بعض الأرقام التي وصفها بالمفزعة، حيث أن أكثر من 2000 مدرس في التعليم العالي والبحث العلمي ملحقون اليوم بالوكالة التونسية للتعاون الفني ويعملون بدول الخليج وبعض البلدان الأوروبية ودول أمريكا الشمالية وبعض دول جنوب شرق آسيا. أكدت الأستاذة المبرزة في طب الشغل ارتياح المرشاوي بأن تونس تسجل التصريح بأكثر من 6300 حالة اعتلال عضلية خلال الفترة الممتدة بين 2020 و17 و2000، أي بما يعادل سنويا في حدود 393 حالة سنويا. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر الخميس العاشر من نوفمبر الجاري بقصر قرطاج على موكب تسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد مقيمين بتونس، وهم سفير جمهورية السودان، سفير إيطاليا، سفير اليابان، سفيرة كندا، وعبد الله بن هلال بن علي السناني سفير سلطنة عمان، وسفير مملكة إسبانيا. وفي ذات السياق ومن جهة أخرى، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر الخميس بقصر قرطاج توفيق شرف الدين وزير الداخلية، وتناول اللقاء الوضع العام في البلاد وضرورة تطبيق القانون في احترام كامل لحقوق الإنسان. وشدد سعيد على تأمين المواطنين والمواطنات في حياتهم ومعاشهم، وخاصة التصدي لظاهرة الاحتكار والارتفاع الغير المقبول للأسعار وفق تعبيرها. أكد حزب العمال في بيان له نشره يوم الخميس العاشر من نوفمبر الجاري دعوته منع السلطة التونسية من التطبيع مع الكيان الصهيوني وإجبارها على سن قانون تجريم التطبيع بأي شكل من الأشكال كان. كما دان الحزب تبادل كلمات ودية وابتسامات بين رئيسة الحكومة نجلة بودن رمضان ورئيس الكيان الصهيوني، معتبرا أن هذه خطوة تطبيعية جديدة. أفادت وزارة تكنولوجيات الاتصال بأنه تم اليوم إصدار منشور رئاسة الحكومة عدد 22 بتاريخ 9 من نوفمبر الجاري، والمتعلق باعتماد مضمون الولادة المستخرج على خط في المعاملات الإدارية. وأضافت الوزارة بأن هذا النص يتنزل في إطار تطبيق قرار وزير الداخلية ووزيرة العدل ووزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخي في 16 من أوت الماضي، والمتعلق بضبط نموذج وثيقة مضمون الولادة المستخرج على الخط. ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ الإصلاحات التي قررتها الحكومة في مجالية التحديث الإداري والتحول الرقمي بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير جودة الخدمات المزداة للمتعاملين مع الإدارة وتقليص العبء المحمول على المواطنة وتخفيف الضغط على البلديات والمساهمة في ترشيد مواردها البشرية عبر اعتماد مضمون المستخرج على الخط. تمكنت الوحدات الأمنية العاملة ببن عروس ليلة البارحة من القبض على شخص قام باغتصاب طفلة سنها دون 15 سنة، حسب ما أعلن عنه المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة الحرس الوطني في بلاغ له على صفحته الرسمية. كما أضاف المصدر ذاته أنه بمزيد التحري مع المضمون فيها اعترف بما نسب إليه، وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه. وفي إطار مكافحة التهريب على كامل التراب الوطني، تمكنت وحدات الحرس الديوانية العاملة بكل من سوسة صفاقة جندوبة من حجز بضائع استهلاكية مهربة بقيمة تناهز 800 ألف دينار.
ودوليا، وافقت السلطات الفرنسية أمس الخميس على استقبال سفينة أوش فايكينغ لإنقاذ المهاجرين غير النظاميين الذين تقطعت بهم السبل في البحر الأبيض المتوسط، منددة بموقف إيطاليا من هذه الأزمة. نهاية النشر الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. نزار بن صالح يؤكد أن أكثر من 2000 مدرس في التعليم العالي غادروا البلاد. الدكتورة ارتياح المرشاوي تؤكد أن تونس تسجل سنويا 393 إصابة بالاعتلالات العضلية العظيمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يتسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد مقيمين بتونس. وتصدي الاحتكار وارتفاع الأسعار في لقاء قيس سعيد بوزير الداخلية. نهاية النشرة الإخبارية، قدمها لكم نصر الدين حميدة. تصبحون على خير.